كل الخير مشاهدينا، منطلع عليكم عبر شاشتكم شاشة العالم سوريا بحلقة جديدة من برنامج دامسكو. كل حدا فينا عنده طموحات وأحلام بيتمنى أنه يحققها، لكن مو الكل قادر على أنه يحقق أحلامه وطموحاته. السبب مو لأنه أهدافنا صعبة المنال أو الحياة واقفة ضدنا، ولكن لازم نمتلك إرادة قوية واستمرارية لحتى ما نوقف تحت أي ظرف منير. ولا شو رأيك؟ صحيح، مثل ما حكيتي دائما سوسن، أنه الحياة هي خط بياني، دائما في صعود وفي نزول، وإذن ممكن نتعرض دائما بحياتنا لمواقف صعبة مريرة ممكن تحبط من عزيمتنا او تدمر ارادتنا، ولكن دائما احنا لازم نتعامل مع كل نهار على انه هو نهار جديد. أكيد. هو فرصه جديده لنصلح فيها المواقف العديده اللي ممكن تصير معنا مع محيطنا ايضا مع مجال عملنا. يسعد اوقاتكم مشاهدينا واهلا وسهلا فيكم. شوفي بحلقه دامسكو لليوم بالعناوين. في بدايه حلقتنا رح نحكي عن قصور الكلى الحاد والمزمن، اسبابه وعلاجه، وايضا رح ترافقنا كاميرا العالم سوريا مع موهبه سوريه احترفت رياضه البلياردو، وختاما مع فقره جاردينيا لنتعرف على طرق زراعه النباتات والحفاظ عليها. مشاهدينا، الكلى عند الإنسان مثلها كمثل باقي أعضاء الجسم ممكن تتعرض للعديد من المشاكل، ولكن إهمال هذه المشاكل اللي ممكن تتعرض لها الكلى ممكن توصلنا لمراحل صحية سيئة جداً جداً. أكيد منير، ومن ضمن الأمراض ممكن تنصاب فيها جسم الإنسان هو مرض قصور الكلى الحاد والمزمن. لنتعرف على هذا المرض، أسبابه وعلاجه، أكيد هي التفاصيل كلها بده يحكي لنا إياها الدكتور شاكر دهان، اختصاصي بأمراض الكلى. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا بكم. أهلا وسهلا فيك دكتور، شرفتنا. بداية دكتور، علميا قصور الكلى اليوم نشرح عنه أكثر. قصور الكلى هو تراجع بوظيفة الكلية بدرجات مختلفة، أي نقص بنسميه معدل التصفية الكلوية GFR عن الحد الطبيعي اللي هو 90 ل 140 عند الذكور وحدود 80 ل 130 عند الإناث لكل 1.7 من سطح الجسم، يعتبر نقص أو في أداء أو وظيفة الكلى، اللي هي باختصار إلى وظيفة ثلاث وظائف أساسية: وظيفة إطراحية، ووظيفة غدية صماء اللي هي بتفرز هرمون الإرتروبيوتين اللي بيدخل بتكوين الدم أو الخضاب نوعا ما، والوظيفة الثالثة هي التوازن الحمضي القلوي، يعني توازن سوائل وشوارد الجسم. تماماً. فأي نقص فيه نحن بنسميه قصور كلوي. طبعاً له، حكينا نحن بالبداية أنه له نوعين. تمام. الحاد هو عادة قابل للتراجع، أذية بشكل عام هي أذية عكوسة، نسبة قليلة منها هي بتتحول لأذية مزمنة اللي هي أنه نحن نقص معدل تصفية الكلوية، نزل طلع الكرياتينين وما عاد يرجع للوضع السابق. تماما دكتور، لكن شو هي الأسباب يلي بتؤدي لحدوث قصور الكلى بنوعينه؟ تمام. هلا نحن إذا جينا نحكي بمجتمعنا، أشيع سببين هن الارتفاع التوتر الشرياني والداء السكري. طبعا مو بحد ذاتهم هن كأمراض بأسرع الكلية، بس نحن نوعا ما تأخر بالتشخيص وعدم الالتزام بالعلاج وعدم المتابعة لهالمرضين هن بيسببوا بمجتمعنا النسبة الأكبر من حالات القصور الكلوي المزمن نحن عم نحكي. والحاد. والحاد هلأ نحن نحكي عنه. بالنسبة للأسباب التالية للقصور الكلوي المزمن، تجي التهابات كبب الكلية اللي هي من الأدواء المناعية اللي بتصيب الجسم وممكن تهاجم الكلية كمعقدات مناعية وتأثر على وظيفتها. تمام. السبب الأخير أي عائق انسدادي مزمن ما بعد الكلية، إن كان حصيات كلوية مزمنة مهملة بالمعالجة أدت إلى توسع بالأجواف المفرغة، أو إصابة بالبروستات، ضخامة بروستات عند الذكور غير معالج بشكل جيد وأدت إلى تأخر بوظيفة الكلية بسبب عائق بالتصريف. يعني إذا اعتبرنا نحن الكلية هي عبارة عن نوعا ما مضخة بدها تصرف البول، إذا حطينا عائق بطريقة هذا البول رح يعمل جهد على الكلية ويأثر على وظيفته لاحقا. تمام. بالنسبة للأسباب الحاد، قصور كلوي الحاد، أشياء سبب إلها هو ببلدنا كمان هو استعمال العشوائي الأدوية، وعلى رأسها زمرة مضادات الالتهاب غير السيرويدية الشهيرة بالديكلوفيناك والبروفين. بتحكي عن نقطة جدا مهمة دكتور. تمام. يعني هي ثقافة التناول والدواء بمجتمعنا. تمام. يعني بنفوت على الصيدلية في دواء معين نحن لا أعطينا هذا لأنه هذا أنا برتاح عليه أعطيني إياه. المشكلة بهي الأدوية إنه إلها نوعين من الأذية، يعني أذية ممكن تحدث بحبة وحدة أو إبرة وحدة. تمام. وتاني أذية نوعها هي أذية تراكمية، يعني استعمال لأكثر من علبة أو علبتين أو لسنة أو سنتين من نفس الزمرة هي. تمام.
فهي نحن هذا أشياء سبب بالنسبة للقصور الحاد ببلدنا. السبب الثاني بالقصور الحاد الحالات الهبوط الضغط لفترات طويلة مثل الصدمات القلبية مرضى قصور القلب، بيصير عندنا آلية نقص إرواء كلوي، يعني التروية ما عم تجي منيح على الكلية لفترة مثلا أكثر من 6 ساعات، فهون صار فيها أذية حادة قد تكون عكوسة مثل ما حكينا سابقا. طيب دكتور، حكيت حضرتك على أنه موضوع التأخر أحيانا بما يتعلق بالمزمن تأخر تشخيص المرض تمام. الأصلي مسبب للقصور. طب أنا إذا بدي أروح على الأعراض اليوم، ليش يصير في تأخر إذا في أعراض ممكن تكون مثلا شديدة لازم نحن نراجع فيها دكتور؟ تحكينا شوي عن أعراض هاي الحالة. نحن حكينا تأخر تشخيص أول شيء بالنسبة للمرض الأصلي اللي داخل وساوى عنا قصور كلوي مزمن. صار قصور كلوي مزمن، نحن قصور كلوي المزمن 5 درجات، الأعراض نوعا ما بعد المرحلة الثالثة لتبلش تعطينا أعراض. يعني نحن بيصير قصور كلوي بس ما في أعراض أبدا، حالة جسدية يعني بنسميها نحن الكلية هي تتألم بصمت بالبداية تمام، لحتى تكشف حالة بدنا ننتقل للمرحلة الثالثة أو الرابعة اللي هي ممكن تبلش معنا وذمات، ممكن تبلش معنا حالات نقص الكلس وفقر الدم، ممكن تبلش معنا الإصابات المفصلية والإصابات الهضمية متأخرة عادة. لذلك نحن أي مرضى من أمراض المزمنة وعلى رأسها الضغط والسكري ومرضى الأورام لازم نعمل نحن تشيك دوري كل 6 شهور للسنة على وظائف الكلى، لأني تكشف صدفة أثناء تحاليل روتينية عادة بنسبة نحن أكثر من 80% من مرضى القصور المزمن. حكيت لأنك عن ألم صامت يعني. تماماً دكتور، يعني فقط مرض السكري ومرض القلب ممكن يؤدي لقصور كلوي، ولا ممكن في أمراض تانية ممكن بيجهل الشخص العادي ما بينتبه على حاله وبيكون عنده قصور كلوي؟ إذا جينا عم نحكي بشكل عام، في كثير مجموعة كبيرة من الأمراض اللي بتؤدي للقصور الكلوي. نحن حكينا بالبداية الضغط والسكر والحصيات، حكينا بالأدوية، في عندنا نوع اسمه التهاب كبب الكلية، يعني هي إصابة مناعية، ممكن مثلا تكون بداية هي إصابة مفصلية، وإذا إصابة الكلية عم تحدث تدريجيا، يعني أي مرض بيأثر على عضوية الجسم وأعضاء الجسم بشكل عام كمرض مزمن ممكن يهاجم الكلية. تمام. فنحن أي مرض بيصيب بيجينا مريض مثلا بأي مرض مزمن له شيك على وظيفة الكلية. طيب دكتور، إذا نحكي عن التشخيص أكثر نتوسع بهاي الحالة، كيف نحن ممكن نشخص، وهل يختلف موضوع التشخيص ما بين المزمن والحاد أيضا فيما يتعلق بالقصور الكلوي؟ هلأ القصور الكلوي الحاد عادة يعني بنسبة 30%، يعني هي نسبة جيدة طبعا بالنسبة لأنه هو بيعطي أعراض، يعني شح أو انقطاع بول مفاجئ، تمام، حدوث وزمات مفاجئة، تعب عام، وهن. هو طبعا لذلك بنشوفه أنه هو شكل حميد لأنه كشف حاله بكير. بالنسبة للمزمن كأعراض ما فينا نكشفها لبعد ما تمضى فترة طويلة كتير، وغير ما أنه نكون عم نعمل فحوص دورية. كأعراض هي حكيناها بالنسبة لنا نوعا ما هي بالقصور كلوي الحاد ونسبة 30%. لذلك نرجع نحن للوقاية بشكل عام، النصيحة أنه نحن دائما لازم نتابع بالتحاليل المخبرية. بس نحن شفنا مريض راجعنا بهي الأعراض طبعا بنشيك بالوسائل الشعاعية مثل الألتراساوند، الإيكو طبعا مثل ما هو معروف. عادة بالقصور الحاد بنشوف بالألتراساوند تغير بالتميز القشري اللبي بنسميه، يعني احنا عندنا قشر الكلية لونه أسود، اللب تبعه لونه أبيض، بيصير القشر فاهي وأقرب لللب لونه. تماما دكتور، في حال المريض أهمل نفسه وما انتبه لحالة القصور الكلوي الموجودة عنده، شو ممكن المضاعفات أو فينا نقول العوامل الخطيرة ممكن تصير على حياته؟ بالبداية أول شيء بيتقدم المرض الكلوي عنده، نحن حكينا أنه 5 درجات، بيكون بالأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة هي الـ End Stage Renal Disease اللي هي مرحلة التحال الدموي أو ما يعرف بغسيل الكلية. كتأثير على الحياة نوعا ما هو انذاره على الحياة مانو مباشر، مانو مهدد بشكل مباشر، لأنه نحن في عنا وسائل معيضة اللي هي الكلية الصناعية أو التحال الدموي. بس نحن هون دخلنا بموضوع أنه نحن كثرة أدويتنا صار في عنا روحات على مراكز تنقية دموية، نوعا ما هي قد ما كانت عم تعمل تنقية وقد ما كانت عم تعمل أداء ما حتكون بوظيفة الكلية اللي منحنا إياها رب العالمين. لذلك نحن بنلتزم بأنه نحن نتابع حالنا
ونحاول نحد من تطور المرض الكلوي. أكيد. دكتور، الكلية الصناعية اللي حضرتك حكيت عنها أحيانا إحنا ممكن نلجأ لها في حال صار في عنا قصور كلوي حاد وما عاد يمشي موضوع الغسيل، هل هي أيضا قد إيه ممكن تعوض نسبيا؟ نحن الكلية الصناعية هو جهاز غسيل الكلية، هذا نحن اللي يعني نحن ككلية صناعية حديثة هي حاليا الدراسات اللي عم تحكي عنها اللي بيحملها الإنسان على بشكل محفظة لسه لحد الآن ما طبقت هي بشكل، هي كلها قيد الدراسات. نحن عمليا الكلية الصناعية هو جهاز غسيل الكلية اللي هو حاليا عم يعوض نوعا ما جزء لا بأس فيه من وظيفة الكلية. تماما. إذا فينا نحكي عن مضاعفات استخدام جهاز الكلية الصناعي، شو ممكن مضاعفات اللي بتظهر على المريض ومتأثر على حياته؟ تأثير على الحياة ما في، بالعكس هو إذا ما نحط على التنقية هون تتهدد الحياة. يعني نحن ما بنجي بأرقام شوارد عالية وخاصة شاردة البوتاسيوم اللي ممكن تؤدي إلى توقف قلب، ما في تصريف وما في تصريف وما في تنقية من الكلية اللي هو التحال الدموي هو الحل الإسعافي. كأعراض مزمنة للغسيل الكلوي أو التحال الدموي هي أعراض هلأ صارت نادرة كتير باستخدام الفلاتر الحديثة والأجهزة الحديثة، يعني كتأثير جانبي للجهاز نفسه أو كتحال دموي على المريض ما في، بالعكس هو منقذ للحياة نوعا ما، لأنه إذا ما نحط على الجهاز وهو بتصفية كلوية منخفضة جدا هون بيصير تهديد الحقيقي للحياة. دكتور، لما كنا عم نحكي عن التشخيص حضرتك ذكرت أنه نحن في عنا موضوع صورة الإيكو نحن نتبعه كإجراء أولي، في إجراءات أخرى ممكن نحن نروح؟ الأول هو المخبري. المخبري الأول هو الإجراء المخبري، منشوف ارتفاع برقم الكرياتينين والبولة الدموية واضطرابات بالشوارد، نتوجه لوجود إصابة كلوية أو مرض كلوي معين، نطلب أنه بدنا نعمل ألتراساوند. تمام. ونشوف التبدلات قد تكون حديثة وقد تكون مزمنة. في داعي نحن نوصل لمرحلة خزع أو شيء معين؟ طبعا نحن نحكي اكثر عن هذا الموضوع كمان دكتور. خزعه الكليه هي مشخصه لامراض الكبب الكلويه. تمام. يعني التهابات كبب الكليه هي امراض بالمجمل بالمعنى العام هي امراض مناعيه، يعني هي عناج عن ترسب معقد مناعي على تكوين تشريحي من الكليه، قد يكون الكبه الكلويه او جزء من او قسم منها، هي بتتالف من غشاء قاعدي وخلايا ميزنشيميه، قد تترسب هذا المعقد مناعي على منطقة معينة وتسبب مرض كلوي مزمن. كخزعة كلية بننتقل، ليش بنعملها؟ لأنه هي زمرة واسعة نوعا ما هي الأمراض. تمام. فالتشخيص حصرا بالخزعة والدراسة بالتألق المناعي وبالمجهر الضوئي، لأنه بيختلف العلاج لاحقا. تمام. يعني نحن إذا كان نحن نوع معين التهاب كبب الكلية مثلا الغشاء التكاثري او التهاب كبب الكليه المصلب البؤري، هي مجموعه من الامراض عادل. كبيره، فبيختلف العلاج فيها لنحد من تطور مرض الكلوي وحدوث قصور كلوي مزمن لاحقا. هلا نحن عم نواجه نوعا ما مشكله، مثلا لما بنقول له لمريض الكليه انه بدك خزعه او ابنك بده خزعه، هون بخاف لسه اكثر ما بتقول له ابنك، بخاف انه بيفكر نحن مرتبطه الخزعه عنا ببلدنا بانه هي شيء ورمي شيء سرطاني او شيء صحي. يعني نحن لا، بالعكس، يعني هي نحن بأمراض الكلية السرطانات عادة تكشف بالإيكو، كأي تغير بحجم الكلية أو كتلة على الكلية تكشف بالأشعة. الأمراض الكلوية الكبية اللي كنا عم نحكي عنها هي اللي بحاجة لإجراء خزعة، هي أمراض سليمة تماماً. ونعمل خزعة نحن لنحدد العلاج لاحقا. تماما دكتور. إذا نحكي أكثر عن آلية العلاج، وخصوصا إذا الشخص تعرض له فينا نقول مضاعفات كتير كبيرة ممكن يخسر وظيفة الكلية، هل ممكن يضطر إنه يأخذ كلية من المتبرعين وما إلى هنالك؟ التفاصيل أكيد من عندك. تمام. بعد الوصول للمرحلة النهائية الاند ستيج رينال ديزيز اللي هي المرحلة الخامسة من القصور الكلوي المزمن، نحن أمام خيارين، يا أما ببدء تنقية دموية عبر جهاز التنقية الدموية أو التحال الدموي اللي هو غسيل الكلية معروف، أو إجراء زرع كلية. طبعا ما كل المرضى بيقدروا يعملوا زرع كلية، بده يكون في دراسة أنسجة دراسة أنسجة ومتبرع، والبداية يكون المريض هو بحد ذاته جاهز لإجراء عمل جراحي. يعني ممكن هو بحد ذاته وظيفة قلبه ما بتسمح له يجري عمل جراحي أساسا، فهون ارتبط أنه هو بده يضل على جهاز التنقية الدموية. المرضى اللي بتسمح حالتهم إجراء زرع كلية نعمل لهم دراسة مستفيضة بمخبرية وشعاعية واستشارات، نحن بنعمل استشارات عينية وهضمية وأسنان، ويعني بحر واسع من الاستشارات لنحضر المريض والمتبرع لإجراء عمل الزرع الكلية اللي هو حل
يعني جميل جدا و ثقافة مجتمعية شايفة دكتور انه موجودة نحن وعملياتنا نحن عم تنجح كزرع كلية وامورها ممتازة جدا بالنسبة للنسب العالمية كثير النسب عندنا جيدة وعم تتغير طبيعة اللايف كواليتي تبع المريض يعني بين ما ينتقل مرحلة لمرحلة أخرى بين ما يرجع لإنسان طبيعي طبعا طيب. كله دكتور بدنا من حضرتك نصائح كرمال ما نوصل لهالحالة المتقدمة من القصور الكلوي، في عادات شعبية أنت بتشوفها مثلا بتلاحظها أنه نحن هي مضرة جدا بما يتعلق بالكلى. رقم واحد أنه نحن ما ناخذ دواء غير باستشارة الطبيب، رقم واحد. تمام. يعني ما نكون نحن عندنا صيدلية، هلا نحن كأدوية الأوفر ذا كاونتر منا ما بتأثر على الأوفر ذا كاونتر، يعني نحن المفروض هلا نحن عندنا نحن بنروح على الصيدلية بناخذ بدنا إياه. تمام. بس يعني بغير دول في شيء أدوية محدودة جدا أنه ممكن تباع بالصيدلية على رغبة المريض الباقي كله بيكون باستشارة طبية ولذلك نحن هون نتمنى أنه ما نأخذ أدوية عشوائية لأنه هي بتأثر كثير على وظائف الكلى هي رقم واحد بالنسبة للأدوية رقم اثنين الوقاية بالنسبة ل أو الفحص الدوري بالنسبة للمرضى اللي عندهم الأمراض المزمنة اللي حكينا عنها اللي هي ارتفاع توتر الشرياني الداء السكري مرضى الأورام مرضى الأمراض المناعية بدهم فحوص دورية لازم يعني أنت ما بيكفي تشوف طبيب قلبية إذا أنت عندك ضغط أو مرض قلبي تمام يعني لازم تتابع على الأقل طبيب القلبية يعني إذا ما بدك تراجع طبيب الكلى يطلب لك وظائف الكلى ضمن التحاليل التقييم الروتيني أو طبيب الغدد بالنسبة للسكري دائما يشيك إذا شاف في ارتفاع فهون بيعمل ريفير لطبيب الكلية. أكيد دكتور متمنى الصحة والسلامة إلى الجميع وبدنا نتشكرك على كلامك اللي بيساعد الناس لحتى ينتبهوا أكيد على صحة أنفسهم وصحة كلاهم بدنا نتشكرك دكتور شاكر دهان اختصاصي بأمراض الكلى شكرا جزيلا لكم متمنى الصحة والسلامة للجميع دائما أهلا وسهلا فيك طبعا مشاهدينا خليكم معنا فاصل صغير ونرجع لنكفي ما تبقى من برنامج دامس كلى اليوم مشاهدينا لعبة البلياردو أو رياضة البلياردو هي من الرياضات اللي بتحتاج إلى ذكاء وطولة بال وصبر أحيانا لأنه فيها من الأشكال الهندسية والدراسات الرياضية اللي ممكن يتبعها اللاعب أثناء ممارسته لهي الرياضة أكيد منير رح نتعرف بالتقرير التالي على شاب وبن عمر صغير اكتشف حبه لهي اللعبة لحتى قدر يحصد على جوائز محلية وأيضا عربية منتابع التفاصيل بالتقرير التالي أحياناً الصدفة بتكتب مستقبل لكتير ناس من هون بديت قصة الشاب وسام سمير دكاك صاحب ال 17 سنة يلي عن طريق اللعب اكتشف حبه للعبة البلياردو وصارت بالنسبة له هدف للاحتراف وتحقيق جوائز محلية وعربية قالوا لي رفقاتي إنه في صالة بلياردو فإنه أنا كنت من صغير بحب تابعها يعني بحبها للعبة فجيت نزلت معهم وشفت اللعيبة عم يلعبوا فإنه حبيت اللعبة وصرت إنه بدي أتعلمها لحتى أحترفها يعني وصرت أنزل كل يوم إنه بدي أتعب على حالي بدي أتدرب لحتى أحترف اللعبة هلأ بالبداية أهلي إنه كانوا رافضين الموضوع فاكرين إنه هذا الشيء بلاهيني عن دراستي يعني بعدين إنه شافوني إنه لعبت أول بطولة جمهورية لإلي حققت المركز الأول هون بلش يعني ياخذوا على القصة شوي شوي لحتى بعدين تقبلوه على الأخير وإنه خلص صارت حياتي عبارة عن دراسة وبلياردو خلال 4 سنين طور وسام نفسه بلعبة البلياردو بعد تعب وتدريب وجهد مطول اشترك ببطولة محلية وعربية للناشئين وتحولت اللعبة من مجرد تسلية للاحتراف وصار برصيده العديد من الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية انتسبت لنادي المحافظة بعام 2018
تدربت اول سنه وانه قالوا لي في بطوله بدك تلعبها بطوله جمهوريه، والحمد لله حققت مركز اول. قعدني ومدربي عبد الكريم مقصود، يعني هو اللي طورني وكان متابعني يوم ورا يوم، حتى يعني قال لي انه بدك تصير بطل وبدك تكون احسن شيء بسوريا. يعني بعد ما حققت بطوله الجمهوريه استدعيت للمنتخب الوطني، كان عندنا بطوله عرب بمصر بشرم الشيخ، حققت الميداليه الفضيه وميداليه برونزيه. بنفس السنه كان عندنا بطوله غرب اسيا بالبحرين، حققت مركز ثالث برونزيه. بال2021 كمان لعبت بطولة جمهورية، حققت المركز الأول للناشئين، ولعبت بطولة جمهورية رجال حققت مركز ثاني، خسرت بالنهائي. بال2021 طلعت على بطولة العرب وغرب آسيا، كانت بدبي، حققت ذهبية بغرب آسيا وبرونزية العرب. هلأ تقريباً اللعبة صارت يعني حياتي أو جزء من حياتي يعني، وحالياً أنا مستمر، بس ما بعرف شو بيصير معي لقدام يعني، بس أنا مستمر يعني باللعبة. توظيف الإمكانيات والتكنيك والدقة بلعبة البلياردو كانت الدافع الحقيقي ليوصل وسام للعديد من الأهداف، مع حلم الاستمرارية للوصول للعالمية. من أجمل المناظر الطبيعية اللي بيحبوها كتير من الأشخاص هي منظر السماء بتفاصيلها الحلوة وأيضاً بغيومها منير. صحيح سوسن، دائماً في ألوان جميلة بالسماء، من اللون الأحمر القاتم أثناء الغروب وأيضاً اللون البرتقالي أثناء الشروق، ولكن شو هو السر خلف هاي الألوان؟ رح نتعرف أكثر بالتقرير التالي، خليكم معنا. اليوم كتار مننا بينتظر غروب الشمس ليستمتعوا بالمنظر الساحر والألوان الخلابة، وهالألوان بتعطينا أفق كبير لحتى نسرح بخيالنا ونتمتع بهالصورة الربانية. وبعد كل غروب منودع في الشمس بنفس اللهفة، منستعد كل يوم الصبح لاستقبالها لما بتشرق شمس النهار وبتعلن بداية جديدة. الغروب والشروق مظاهر طبيعية ساحرة من إبداع الخالق، وأكيد وراء هذا الإبداع حكمة بتقول لكل شيء نهاية وبنفس الوقت لكل شيء في بداية. أما الجانب العلمي من الموضوع فبيقول إنه ألوان الشروق والغروب نتيجة ظاهرة تعرف باسم تشتت الضوء، بحيث تتغير جزيئات وحبيبات صغيرة بالغلاف الجوي تجاه أشعة الشمس وبتسبب بتشتتها، وهالشي بيأثر على لون الضوء بالسماء على طول موجته وحجم الجزيئات بالغلاف الجوي. وعند شروق الشمس أو غروبها بيمر الضوء عبر مقدار أكبر من الهواء والغلاف الجوي، وبالتالي بيكون في جزيئات أكثر تشتت بعيداً الضوء الأزرق والبنفسجي، فمنشوف اللون الأحمر بدرجة أكبر. هالمشهد غروب الشمس أو حتى طلوع الصبح بكير كان ملهم لكتير من الفنانين يلي أبدعوا برسوماتهم، والشعراء يلي استلهموا قصائدهم من هالمنظر الساحر، وكتير أسرار خبيناها مع مشهد الغروب وانتظرنا صبح جديد وأشراقة جديدة لحتى نكمل مشوارنا. We'll be right back.
أكثر الأشياء اللي ممكن يحبوها الناس هي النباتات والزهور وأيضا روائح بعض الورود العطيرة. صحيح سوسن، شو هي النباتات والزهور اللي رح نتعرف عليها اليوم طبعا بفقرة جارديني، وكيف ممكن نحافظ عليها ونحافظ على شكلها الجذاب؟ نتابع سوا. مرحبا لكل مين عم يتابعنا هلأ. اليوم رح نحكي عن أنجح نباتات الزينة الداخلية المنزلية. ليش؟ لأنه سهل نعتني فيها ونزرعها ونتعامل معها. عن شو رح نحكي اليوم؟ تعالوا معي. اللبلاب، حبل المساكين أو هيدرا هيليكس، كثيرة هي اسمائه لأنه كثير منتشر بالعالم العربي والبيئات المعتدلة. بيتميز نبات اللبلاب أنه قادر على النمو بسرعة، وورقه خضراء على شكل قلب، وفوائده كثيرة، منها أنه بنقي هواء البيت من السموم، والأهم من هذا كله أنه بيستخرج منه شراب البروسبان المعروف بعلاج السعلة والتهابات الشعب الهوائية، وهو أيضاً موسع للقصبات وطارد للبلغم والحساسية. لنعرف كيف نعتني فيه أكثر ونزرعه، تعالوا. أهلا وسهلا فيكي معنا لليوم هديل، بداية كيفك؟ شو الأخبار؟ أنا الحمد لله، أنت كيفك؟ الحمد لله أنا بخير، إن شاء الله يا رب تضلي بخير. اليوم عم نحكي عن أنجح وأجمل النباتات المنزلية الصالونية تحديداً، له كتير من الأسماء. أول سؤال ممكن نحن نسألك يا هو شو المكان المناسب لنبتة اللبلاب؟ هلأ مثل ما أنت حكيت لي إنه هو من نباتات الصالونيات، فهو محب للظل. أنا أي مكان ظليل فيه إضاءة كافية إله، فهذا المكان حيكون مناسب لنمو نبات اللبلاب. أهم شيء إني ما أعرضه لأشعة الشمس المباشرة، خاصة بالأشهر اللي جاية، السادس السابع بيكون في أشعة الشمس كتير قوية، وأوراق نبات اللبلاب هي حساسة للأشعة فممكن تحترق. فأنا مشان أتجنب هذا الشيء أنا ممكن أحطه بأي مكان فيه إضاءة كافية بالبيت، هذا الشيء كافي لاستمرار حياته ولنجاحه. حلو كتير. طيب تاني سؤال بدنا نسألك يا هو نحن كل إمتى وإمتى بنسقيها؟ هلأ الري لازم يكون معتدل، يعني مرتين بالأسبوع هو بيكون كافي لنبات اللبلاب. لقدام هي بيكون قوية أشعة الشمس، صار الجو حار أكثر، فأنا فيني رش على الأوراق مي. تمام. فبالحدائق لما بنكون نحن حاطينه مثلا بحديقه كمتسلق عم بيطلع، انا فيني اركب له مرشات مي لتيجي على الاوراق، اما اذا مجرد قصيص صغير عندي بالصالون انا فيني رطب الاوراق بالمي وهذا الشيء بكفي. حلو كثير. طيب التربه اللي المفروض نحن نستخدمها بنبات اللبلاب شو هي؟ تربة جيدة الصرف، بس أي تربة عادية تكون جيدة الصرف فهذا الشيء كافي مشان ما يتجمع المياه داخل التربة وتختنق الجذور. فأنا تربة جيدة الصرف هذا كمان كافي لاحتياجات البيئية لللبلاب. حلو كتير. طيب أنواع السماد؟ أنواع السماد هو سماد معتدل، فيني ضف له أنا NPK كل 30 يوم بالشهر مرة بضيف له NPK، فهذا الشيء بيساعد على تقوية الأوراق، تقوية المجموع الخضري وكذلك المجموع الجذري. حلو كتير. طب اليوم كونه هو نبات متسلق وبينمو على الجدران، هل في أي ضرر على الجدران؟ يعني اليوم ست البيت بتخاف إنه يتواجد عندها بالبيت وينمو على الجدران، هل هذا الشيء فيه أي مشكلة؟ لا لا أبداً، هلأ الجدران أكيد ما رح تتأثر بالمتسلقات أياً كان نوع النبات. أياً كان نوع النبات متسلق ما رح يأثر على الجدران. اللبلاب هو متسلق بأشواك بتنمو على الساق، هون هو بيقدر يغرز نفسه أو يثقب الجدار ويتسلق عليه لفوق بالأشواك. طيب بدنا نحكي اليوم عن فوائده واستخداماته، مثل ما ذكرنا بالبداية أنه كتير له من الاستخدامات وكتير له من الفوائد، أهمها شو هي؟ هلأ هو نبات زينة بامتياز وكذلك نبات طبي بامتياز، هو له استخدامين. كنبات طبي بدنا نحكي عنه، هو بيحتوي على المادة الفعالة الصابونين يلي هي إلى استخدامات كتيرة بالمجال الطب، يلي هي خاصة بعلاج أمراض الجهاز التنفسي. حلو. ومن أهم المستحضرات الصيدلانية اللي بتتصنع من خلاصة المادة الفعالة باللبلاب هي
المستحضر الضوئي البروسبان، هو نبات قادر على إذابة البلغم، طارد للبلغم، موسع للقصبات. هديل، كيف فينا نستخرج المادة الفعالة الموجودة باللبلاب؟ هلأ لاستخراج المادة الفعالة بالشكل الجاف من اللبلاب، فيني أنا أنقع أوراق اللبلاب بمادة الإيثانول اللي هي المذيب العضوي، بيطلع عندي أنا سائل لزج، بعدين بقوم بتبخير الإيثانول، هون فيني أحصل على المادة الفعالة الموجودة باللبلاب بالشكل الجاف. كتير حلو، كتير حلو المعلومات اللي قدمتي لنا اياها، بدنا نشكرك كتير، وبدنا ننصح اليوم كل ستات البيوت وكل العالم انهم يزرعوا نبات اللبلاب على كتر فوائده، بدنا نشكرك. اهلا وسهلا، شكرا لك. مشاهدينا لهم نكون وصلنا معكم لختام حلقة دامسكو لليوم، بكرة لقاءنا رح يتجدد أيضا مع ضيوف جداد وفقرات جديدة. أكيد منير، ومتابعينا لا تنسوا تتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي إنستغرام فيسبوك وعلى قناتنا على اليوتيوب. من هلأ لبكرة تبقوا بألف خير.